فمدونة الأسرة هي الأساس في عدة مكتسبات في الإعطاء الرأي للطفل والطفلة في رأيها ولا رأيه في كل مصير في كل إجراء يتعلق بمصيره. وكذلك من زاويتها الإجرائية، يعني هذا التعديل أشنو يمكن تيطرح علينا من أسئلة، شنو تيطرح علينا من إمكانيات أو ممكنات. كنعمل لها شكايات ولا تحرك ساكنة، ولما كيطلب حزب سياسي أغلبي باش يتخذ له الحق كيتخذ ليه في أقل من 24 ساعة، ولما كنطالبوه باش تدخلها في أمور خطيرة جدا. اليوم حول تعديل مدونة الأسرة جاءت في سياق تعزيز دور المرأة في المجتمع، وكذلك تقييم 15 سنة من تنزيل مدونة الأسرة على أرض الواقع. أشنو نقصنا في هذه المدونة؟ أشنو خصنا نبدلو حنا كنساء؟ فين عندنا الإشكالات مع هذه المدونة؟ أي قانون كيكون عنده ثغرات كما كيعرف الجميع، ولكن اليوم مدونة الأسرة أشنو عطات وأشنو خلات؟ شنو هما المكتسبات اللي عندنا منها؟ وشنو نقدروا نبدلو فيها باش يوليو عندنا مكتسبات دو بلوس؟ لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.